السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم خوتي في اللائحة المتوقعة للمونديال 2026 للمنتخب المغربي في مركزي، مركز خط وسط الميدان ومركز خط الهجوم. مونديال صحيح باقي بكري بزاف على المونديال، ولكن هذه لائحة كتبقى غير متوقعة فقط ولا غير. بطبيعة الحال لائحة اللي متوقعة بطبيعة الحال، مركزي مركز خط وسط الميدان ومركز خط الهجوم للمنتخب الوطني المغربي، 8 لاعبين وسط ميدان وثمانية مهاجمين بطبيعة الحال اللي قدروا يكونوا المنتخب الوطني المغربي استعدادا بطبيعة الحال لهذا المواجهة الصعبة. بطبيعة الحال مواجهة صعبة وصعبة جدا للنخبة الوطنية بدون أي نقطة شك. هيا بنا نتعرف على هذه اللائحة للمنتخب الوطني المغربي. هذا المركز مركز خط وسط الميدان ومركز خط الهجوم، 8 لاعبين وسط 7 مهاجمين اللي قدروا يكون المنتخب الوطني المغربي بدون جدال او نقاش. بطبيعه الحال نبداو باللائحه ديال مركز خط وسط الميدان، عادك نمشي لمركز خط الهجوم. نبداو بخط وسط الميدان متكون من 8 لاعبين. بطبيعه الحال نبداو باول واحد بطبيعة الحال اللي عمدوا بسفيان أمرابط اللي شارك معنا في جوج مونديالات، 2018 اللي كان في روسيا و 2022 اللي كان في قطر، وإن شاء الله يشارك معنا في هذا المونديال 2026 اللي غيكون في دولة المكسيك وكندا وأمريكا. بطبيعة الحال أول مرة المونديال غيتنظم في ثلاثة دول، سبق له تنظم في جوج دول في 2002 اللي تنظم في كوريا الجنوبية واليابان فقط، وهذه المرة الثانية اللي غيكون أكثر من دولة. بطبيعة الحال لا جدال ولا نقاش. إذا سفيان أمرابط اللي هو العناصر المهمة داخل المنتخب الوطني المغربي، لاعب أساسي الآن داخل النخبة الوطنية بدون أي نقطة شك. الآن بطبيعة الحال غنمشيو للاعب رقم جوج اللي هو اللاعب أسامة العزوزي، لاعب نادي بولونيا الإيطالي، لاعب اللي ما عمرو شارك في المونديال، لاعب عنده 23 سنة، غيكون عنده 25 سنة آنذاك، من هنا واحد السنتين ناقص شهرين وشي حاجة. إذا لاعب اللي تكون هولندي بحاله بحال سفيان أمرابط، كيلعب في البطولة الإيطالية بحاله بحال سفيان أمرابط، ولعب في الدوري البلجيكي بحاله بحال سفيان أمرابط، بزاف ديال الحاجات كيتقاسمها هو اللاعب سفيان أمرابط. كذلك اللاعب الارتكاز في وسط الميدان بحاله بحال سفيان أمرابط، إذا بزاف ديال الحاجات كيتقاسمها. كانت مشاركة ديال مشرفة صراحة مع المنتخب الأولمبي في الألعاب الأولمبية، مشاركة جد مشرفة. عم نمشيو عند أمير ريشاريسون لاعب فيرونسينا الإيطالي، الى اللاعبين اللي كيلعبوا في الدوري الايطالي هادو لاعب ان شاء الله انتقل من ريمس الفرنسي. امير ريشاريسون اللي ما عمرو شارك في المونديال وغيكون عنده 24 عام انذاك، غيكون من العناصر اللي بدات كدي خبره مع المنتخب المغربي، لان المشاركه ديالو في الالعاب الاولمبيه كذلك لاعب امير ريشاريسون كانت مشاركه مشرفه صراحه بدون اي نقطه شك. لاعب امير ريشاريسون ان شاء الله يكون من العناصر المهمه داخل المنتخب الوطني المغربي في هذا المونديال. هذا بطبيعه الحال هو يكون لأول مرة يشارك في المونديال، بطبيعة الحال إن شاء الله يكون مشاركة مهمة. عم نمشيو للاعب الرابع أسامة الترغالي، لاعب نادي لوهاب الفرنسي، لاعب اللي ما عمرو شارك في المونديال بطبيعة الحال، المنتخب الأول عيط له مرة واحدة بطبيعة الحال، مرة واحدة عيط له المنتخب الأول في لائحة يونيو اللي فات، حنا في 22 غشت عيط له. بطبيعة الحال أسامة الترغالي كانت المشاركة ديالو كذلك جيدة في الألعاب الأولمبية، من العناصر الجيدة اللي كان صراحة داخل المنتخب الاولمبي في الالعاب الاولمبيه، بين على مؤهلات مزيانه. غنمشيو عند الباقي من 10 دقائق مع المنتخب الاول، غنمشيو للاعب رقم 5 الان في مركز خط وسط الميدان اللي هو عز الدين اوناحي، لاعب اولمبيك مارسيليا الفرنسي، لاعب يشارك معنا في كاس العالم اللي كان في خاطر عفوا، من العناصر المهمه كنت تعتبر افضل ثالث لاعب في المنتخب الوطني المغربي صراحه في ذاك المونديال بعد سفيان امرابط، بعد عفوا سفيان امرابط وياسين بونو. وتعز الدين اوناحي تسوء المركز الثالث، كان من العناصر المهمه اللي كان عندنا في المنتخب الوطني المغربي، لاعب رائع صراحه، كان بامكانيات اللي هي كبيره وكبيره بزاف صراحه. عنصر اليوم العناصر المهمه اللي كان عندنا اللاعب سفيان امرابط، كيبقى من العناصر الكبيره صراحه اللي كان عندنا اللاعب عز الدين اوناحي. عفوا نمشيو عند فيلا الخنوس، لاعب البطوله البلجيكيه اللي شارك معنا في 4 تصاورات كبيره في كاس العالم كاس افريقيا 23 عام، وفي الالعاب الاولمبيه وشارك معنا ايضا في كاس العالم اللي فات، لعب فقط لقاء ترسيب بطبيعه الحال. بلا الخنوس 20 سنه، باقي خصنا بزاف ديالها، باقي خصو يعطينا بزاف الحوايج صراحه. كنت كنتمنى في هذه الانتقالات الصيفيه يخرج من الدوري البلجيكي، انا حنا وصلنا 22 غشت وباقي ما خرج بتاتا من الدوري البلجيكي، كنتمنى في التسعه ايام اللي باقا ان بلا الخنوس يغادر الدوري البلجيكي. اذا بلا الخنوس عنده مشاركه في المونديال، نمشيو عند اسماعيل الصيباري 22 عام، لاعب ايندهوفن الهولندي، ما عمرو شارك في المونديال، كان قريب انه يشارك في المونديال اللي فات، ولكن للاسف الاصابه غيباتو على ذاك المونديال. لاعب اسماعيل الصيباري اللي عنده تكوين ديالو بلجيكي،
إيه بطبيعة الحال اليوم في حاله في حال بلال الخنوج عندهم تكوين برجيكي إذا من العناصر المهمة اللي عندنا في المنتخب ألا هو طاني المغربي اللاعب بلال الخنوج بطبيعة الحال اللي هو كيبقى من العناصر المهمة صراحة داخل المنتخب الوطني المغربي لاعب لي ومؤثر صراحة داخل النخبة الوطنية بدون أي نقطة شك بطبيعة الحال. عم شو عند اللاعب إبراهيم دياز لاعب نادي ريال مدريد اللي تكون ديالو إسباني لاعب ريال مدريد لعب في أسي ميلان في السيتي كان في مالاغا العناصر اللي صراحة بارز الاسم ديالو بروز كبير صراحة العناصر المهمة صراحة بدون أي نقطة شك. لاعب إبراهيم دياز كيبقى بالأسماء الرائعة والرنانة ديال المنتخب الوطني المغربي اللاعب إبراهيم دياز اللي كيبقى عنصر كبير صراحة داخل المنتخب الوطني المغربي بدون أي نقطة شك صراحة. إبراهيم دياز عم يمشيو خط الهجوم بداو بإلياس أخو ماش اللي شارك معنا في الألعاب الأولمبية بالنسبة ناسي باري ما عمرو شارك معنا في المونديال. إبراهيم دياز ما عمرو شارك معنا في المونديال. إلياس أخو ماش هذا ما عمرو شارك معنا في المونديال شارك فقط في الألعاب الأولمبية بطبيعة الحال مع المنتخب الأولمبي بطبيعة الحال. العناصر اللي كانت مهمة صراحة اللاعب إلياس أخو ماش المشاركة ديالو في المونديال صراحة كانوا العناصر المهمة جدا شارك في الألعاب الأولمبية ولعب بطريقة جميلة صراحة وسجل هدف أمام منتخب أمريكا. نمشيو الآن المهاجم رقم جوج بطبيعة الحال هو أمين عدلي لاعب باير ليفركوز الألماني تكوين فرنسي معمر بطبيعة الحال معنا المونديال معنا كأس إفريقيا أمين عدلي ولكن أما المونديال ما عمره لعب معنا المونديال بطبيعة الحال. لاعب أمين عدلي اللي كانت عنده 24 25 عام تكوين فرنسي العناصر المهمة بطبيعة الحال اللي عندنا عند أمين عدلي بطبيعة الحال عنصر مهم جدا صراحة داخل النخبة الوطنية لا جدال ولا نقاش في ذلك أن أمين عدلي من العناصر المهمة بطبيعة الحال اللي عندنا في المنتخب الوطني المغربي. كنا كنتمناو في كأس إفريقيا يبان بواحد المستوى أكثر من اللي يبان ولكن للأسف مشيو عند اللاعب عبد الصمد زلزولي لاعب ريال بيتيز الاسباني لاعب اللي عنده تكوين اسباني وشارك معنا في كاس العالم كاس افريقيا كاس فرق اقل من 23 عام وفي الالعاب الاولمبيه اذا شارك معنا في كاس العالم وتخالف بزاف ديال المقابلات كاحتياطي كنظن دخل بعد المقابلات في كاس العالم صراحه لاعب عبد الصمد الزلزولي لعب 14 لقاء مع المنتخب الاول ما عمل لا اسيست لا سجل لا حتى حاجه كي مع المنتخب الاولمبي كان بارز صراحه خاصة في الألعاب الأولمبية يقدر يسجل جوج الإصابات مع منتخب العراق ومع منتخب مصر اللقاء اللي فوزنا بهم 3-0 6-0 بطبيعة الحال. شوف هذا إلياس بن صغير لاعب نادي موناكو الفرنسي اللي هو كيبقى من العناصر الرائعة اللي ممكن تكون داخل المنتخب المغربي ما شاركش معنا في كأس العالم الزلزولي شارك معنا في كأس العالم أما إلياس بن صغير ما شاركش معنا في كأس العالم شارك فقط في الألعاب الأولمبية بطبيعة الحال. إلياس بن صغير 19 سنة لاعب اللي ممكن يساعد كثير كثير المنتخب الوطني المغربي. الان بقاونا غير ثلاثه رؤوس حربة اللي ممكن يكون معنا في المونديال بطبيعه الحال. عم نبداو باول واحد ثاني واحد ثالث واحد عم نبداو باللاعب رقم واحد كراس حربة بطبيعه الحال اللي هو اللاعب رقم واحد كراس حربة هو سفيان الرحيمي لاعب نادي العين الاماراتي اللي كيبقى من العناصر المهمه داخل المنتخب الوطني المغربي. لاعب كبير ولاعب جيد صراحة ديال المنتخب الوطني المغربي لاعب سفيان الرحيمي اللي شارك معنا فقط في الألعاب الأولمبية صراحة العناصر المشاهدة داخل المنتخب الوطني المغربي لاعب سفيان الرحيمي عنصر اللي صراحة باقي خصو يجتهد معنا باش يشارك معنا في هذا المونديال ما عمرو شارك معنا في المونديال فحالو زلزل يشارك معنا واحد المرة في المونديال إلياس بن صغير ما شاركش معنا في المونديال بالنسبة لعدلي شو عادلي ما شاركش معنا في المونديال الزلزولي شارك معنا في المونديال ابن صغير ما شارك معنا في المونديال الرحيمي ما شاركش معنا في المونديال هذا عبد الله الريحاني كذلك ما شاركش معنا في المونديال وما عمره لعب في المنتخب الاول لاعب عنده 20 عام كذلك ما شاركش في الالعاب الاولمبيه لاعب عبد الله الريحاني لاعب الرديف اتلتيكو مدريد عند الدعوه وجاتلوش بتاتا كان من طريق السكيتيوي عبد الله الريحاني اللي كنتمنى انه يكون عنده مسار كبير صراحه مع اتلتيكو مدريد الموسم ويوسيمينو يطلعوا الفرق الاول ما بقاش فرق الرديف انه لاعب عنده 20 سنه الان ما بقاش صغير بزاف لاعب 20 سنه خصو يطلع الفارق الاول بطبيعه الحال. عم نمشيو اخر مهاجم ايوب الكاعبي اللي شارك معنا في المونديال واحد 2018 اللي كان في روسيا لاعب شارك معنا في مونديال قطر من العناصر المهمه اللي يقدر يكون صراحه فاز المونديال بعد 8 سنوات يعود يشارك في المونديال شي حاجه جميله تكون عند بين 32 33 عام باقي يقدر على العطاء والعطاء الغزير صراحه. اللاعب ايوب الكعبي ممكن يعمل معنا شي حاجه كبيره صراحه في هذا المونديال اللي عندنا في ثلاثه ديال الدول هادشي اللي كاين كنشكر جميع الناس اللي تبعوا معنا هذا الفيديو هذا الى اللقاء
وإلى فيديوهات مقبلة إن شاء الله، إلى فيديوهات مقبلة إن شاء الله. مع السلامة وإلى الملتقى وإلى